تحيه لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم عبر جوله جديده ومكان جديد الفتره المقبله محتاجه لانه الناس كلهم يتكاتفوا يتعاونوا بحيث انه الناس تخرج من المستوى المعيشي الضيق بعد بعض المبادرات وبعض المشاريع اللي ممكن ترفع من المستوى المعيشي عند الاسره حنجيف اليوم مع واحده من التجارب والمبادرات لشاب هو ما شاء الله تبارك الله قدر يضع لنفسه قدم في السوق وقادر بعد ذاك يلبي حوجه القليل من الناس اذا كان على مستوى الحي او اذا كان على مستوى السوق الحر او السوق كمان المدعوم تبع التسويق الخاص بمبادره بنك العفاف نحن حنقيف معهم اليوم وربنا ان شاء الله يوفق الجميع وفكره ممكن تنتشر وممكن الناس تتعاون وتتكاتف في انها ترفع من المستوى المعيشي خليكم معنا متواصلين معاكم زي ما ذكرنا قبل شوي واحده من المبادرات المهمه نحن حابين نعرض للناس وهي اكيد نخش في تفاصيله بدت كيف المصنع اللي انتم شايفينه ورانا الان قد يكون صغير في في المساحه لكن كبير في في الانتاج والافكار ممكن بعد ذاك الناس ترعاها تبقى بعد ذاك مشاريع كبيره انها تدعم الاقتصاد السوداني انا برحب بك يا استاذ هشام سامي مرحب بك مرحب بك مرحب بقناه طيبه ويعني هي دائما صباغه لعرض كل التجارب الحقيقية الموجودة في المجتمع لتخفيف أعباء المعيشة نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سامي عبد الحفيظ رائدة المبادرة الشعبية السودانية للإصلاح القاعدي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العفاف التعاونية القومية الله ما شاء الله بكري نحن جينا من هناك عشان نشوف التجربة دي وما شاء الله يعني هو قادر يعني يستمر والاستمراريه كمان دليل على النجاح يعني كونه هو الان مستمر يعني عرفينا على المكان اول حاجه واهميه المشاريع دي انها تكون موجوده وترفع من مستوى المعيشه. مؤسسه العفاف التعاونيه القوميه بتنفذ النظريه الاقتصاديه العالميه الرابعه اللي هي استخدام مدخرات الشعوب في تنميه اقتصاد الدول ونحن بنعتقد انه الدور الحقيقي في تنميه الاقتصاد ودفع عجله الانتاج بيجي من مشاركه المواطن الحقيقيه فنحن من خلال هذه النظريه سعينا لبناء نظام قاعدي شعبي تعاوني يساهم فيه كل الناس والنظام ده يعمل على يعني شراكه الناس في برنامج تكافلي ونحن الليله مع واحد من المشاريع من الشباب اللي هم يعني مكافحين وبنسميهم من الشباب الجادين لبناء المستقبل ابن بكري وهو يعني له تجربه سابقه قبل ما نحن نتعرف عليه او ينضم للمنظومه بتاعتنا تجربه فيه هو يحدثكم عن تجربته ومتى بدا وكيف يعني لحد الان لكن انا بيهمني في الامر انه هو الان بينتج الصابون السائل وبيغطي لنا به عدد كبير من المستهلكين ونحن يعني من خلال مشروع التمويل للصناعات الصغيره هسه في الايام الجايه حنموله لانتج الكفايه ل الاسر المساهمه معانا في الصندوق من الصابون السائل فانا بحييه من هنا وبنقول له مؤسسه العفاف التعاونيه القوميه يعني هي راعياك طول ما انت مساهم معانا وواقف معانا وداعم للحركه الانتاجيه فاحسن ان احنا الكاميرا تتحول لابن بكري عشان نسمع منه وبعد ذاك نشوف هو بيعمل في شنو وممكن يقدم شنو طيب حنرجع لك كويس انك سعر. ربطت الموضوع يعني حنرجع لك بكري كيف حالك؟ آه الله يسلمك كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب صوت جميل ما شاء الله يعني. الله يبارك فيك شكرا <applause> يعني ممكن تعمل معك زاعة يعني آه اي هاي طوالي كمان الله يكرمك <applause> بديت بثانية يا بكري آه والله يعني بديت بداية حقيقية يمكن قبل سنة قبل سنة بدأت في تصنيع الصابون السائل والكولوركس والفلاش دي كلها منتجات منظفات بدأنا ننتج يعني إنتاج حقيقي لكن حتى الصابون السائل يعني لأنه عمليته الكيميائية كلها بتحتاج لتجارب مستمرة يعني حتى الآن بنعمل تجارب للجودة الجودة العالية. فأسي وصلنا يعني مرحلة بتاعة إنتاج وجينا نسوق والسوق قبل المنتج بالسعر العادي يعني وبعدين المحل طبعا يعني قريب من الدكتور عفاف والدكتور عفاف يعني اتصلت عليه أو جاتني كم مرة على أساس أنه هي منظمة العفاف دي من ضمن ولا واحد من المشروعات اللي هم قايمين عليها فرحبت بالفكرة ويعني قعدت معها مرارا وتكرارا لحد ما وصلنا لأنه ممكن أكون عضو معاهم في الجمعية وبعد ذاك يعني أنا كتجارة ممكن يساعدوني في تسويق المنتج وأنا ممكن أساعدهم بالأفكار ممكن أدرب لهم الناس وممكن الحكاية يعني تنتشر في في القرى والارياف الحتات اضاف ليك التعاون معهم، اضاف ليك في انك تستقر مثلا؟ والله اضاف لي يعني اول حاجه يعني اضاف لي في انه يعني بوسع العلاقات بوسع العلاقات في مجال التسويق فدي اضافه حقيقيه يعني تمام طيب المشاكل شنو؟ يعني عشان الواحد كمان يعمل له شغل ويرعاه بتكون واجهته في البدايات مشاكل يعني ايوه في مشاكل المواد الخام المواد الخام يعني يمكن 90% منها مستورده ف يعني في النهايه سوق وسوق تجار وكده يعني لكن المنظمه اذا ساعدتنا اجابه المواد اكيد سعر المنتج للمستهلك بكون يعني زهيد ف يعني اتمنى انه مثلا المنظمه بعلاقاتها بهناي توفر توفر المواد الخام، اذا توفرت المواد الخام الانتاج ما فيه اي مشكله. تمام الناس اللي الان واللي عايز يعمل له شغل زي يشتغل مثلا اي زول متابعنا الان عايز يعمل الشغل ده تنصحه بشنو؟ انت باعتبار صاحب تجربه اول حاجه يتدرب على كورس تدريبي اسبوع. يعرف المقادير اللي بيتم بها صناعه الصابون شنو؟ ويكون يكون عنده كل التولز المواد يعني اللي بتعينه للانتاج فاذا توفرت له دي ويتدرب صح بينتج صابون بجوده عاليه جدا بعدين هي يعني مواد كيميائيه حاره اذا اتعملت غلط ممكن تاذي المواطن ممكن تاذي الاطفال ممكن كده فعشان كده لازم لازم الزول يتدرب يتدرب بنتج انتاج صح طيب ممكن يتعمل في البيت يعني ممكن الواحد يعمل أيوة. نعم نعم وسهل جدا سهل جدا يتعمل في البيت بيحتاج شو عشان يعمل بيحتاج لمواد كيميائيه الاساس فيها الصودا الكاويه والتكسابون والسلفونيك والماده الرقايه وحاجه اسمها الكمبرلاند وثاني اللون والعطير و تقريبا زي عشرة مواد أساسية تمام الأدوات ممكن يستخدمها زي شنو؟ أدوات يعني مادة بتاع يعني حاجة بتاعت خلط مثلا يعني زي الدربكين أو أو يعني في البيت ممكن بعصاية للكميات الصغيرة خالص للأسرة ممكن يشتغل ممكن يعملها في البيت يعني ممكن سهلة جدا يعملها في البيت صابون غسيل ولا لا صابون سايل لغسيل الأواني والملابس تمام مرحلة ثانية ممكن نعمل حمامة ممكن عادي أيوه أيوه <applause> <applause> التلفازات مهم مشروع <applause> كبير الفكره بتاعته عميقه أيوة أيوة وربنا ان شاء الله يوفقك يا إن الله بكري انت آه كمان برضو إحنا محتاجين آه ننقل خبرتك دي وتجربتك دي لكل الناس بحيث انه كمان يعني عارف بركة الغلال الحاصل يعني ايوه ايوه ان شاء الله وبعدين شكرا جزيلا لقناه طيبه اللي اتاحت الفرصه وده يعتبر اعلام مجاني <تصفيق> يعني <تصفيق> <تصفيق> منتجاتك فيها بكري كده ولا ايوه عندنا منتجات وعندنا المواد المواد الخام يعني ممكن تتعرف عليها وتتع... اه جدا. تفضل تفضل نشوف آه المواد الخام الأساس فيها هي الملح ملح الطعام أو الملح المزود باليود. بعدين في مادة الصودا كاوية الصودا كاوية وفي مادة اسمها تيك سابون وفي الصلفونيك وفي التايلوز. ودي عبارة عن بودرة بتاعت صودا كاوية دي تسمى المادة الرقاية وده اللون اللون على حسب اللون اللي انت عاوز للمواطن اخضر احمر اصفر على حسب رغبة الزبون دي مادة حافظة دي عطر وبنركز احنا على عطر الليمون ممكن يكون عطر فراولة ممكن يكون عطر كذا يعني في الميزان شايف الميزان ده اهم حاجة للمغادير يعني المغادير عشان تطلع صابون مظبوط ويكون كل المعادلة موزونة لازم أي حاجة توزن بالإضافة ده بيقول عليه وكاشف المعادلات إذا المعادلة ما كاشف ما يعني ما زبطت معك بهذا اللون بيبقى الموضوع ما صابون أيوة أساس الصابون الصودا كاوية والسولفونيك باقي كل الحاجات محسنات ممكن ينزل يشتريها من اي مكان ما فيها مشكله يعني آه يعني في محلات تشتري منها وفي موردين على حسب انتاجك، اذا انتاجك كبير بتتعامل مع موردين، اذا انتاجك بسيط للاسره والسوق المحلي في محلات عندها المواد الخام دي كلها متوفره. طبعا. طبعا. آه. ربنا يوفق ان شاء الله يا بكر يا اخي، ربنا يوفق ومشروع الله كبير يا اخي ان شاء الله آه المره الجايه نجي كده آه ان يكون بعد ذاك المحل الكبير والحاجات آه دي باقي الحاجات ايوه ايوه طبعا بعد الانتاج ده الانتاج جاهز هنا ممكن نشتغل طوال لا ممكن نبدا نشتغل لكن اسي ده في واحد جاهز يعني صابون سعيد جاهز يا آه يعني ما فيه اي مشكله جاهز للمستهلك طيب اللي عايز يشتري منك بيشتري بكم والله على حسب الكميه نحن تجار <applause> طبعا كل ما كانت الكميه كبيره كل ما كان السعر اقل بتبيع شنو انت؟ في, في <applause> القوارير الصغيره دي لا ولا؟ لا, لا 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 ببيع انا بتعامل مع المطاعم الكبيره وببيع بال بالجو... أيوة بال آه الاربع جوال الكبيره دي بيه 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 اللي هي 18 لتر و9 أيوة أيوة و... لتر و5 لتر دي العبوات الاس عندنا متاحه آه والله يحكي مية يا اخ ما بسيط يعني آه يعني هو آه من هناك ممكن يوزع ثاني لا هو يستعمل او ممكن يوزع لل... للناس المعاوية يعني يا سلام آه ما شاء الله حنشيلين و... ايتو آه قاروره كده تمشي تجربيها موفق <applause> يا <applause> بكره <applause> <تص دي كانت جولتنا اليوم واحدة من التجارب والمبادرات اللي فعلا تستحق انه الناس تقيف عندها وتنقولها كمان برضو ده البيوت حتى الاسر اللي فعلا في مساحات في البيت ممكن يستفيدوا منها يعملوا لهم زي ما قال بكري انتاج ممكن يفيد تزيد دخل الاسره يرفع من اقتصادنا محتاجين نبادر انه نتعاون كلنا في انه نحسن من اقتصادنا السوداني حتى جوله قادمه